عام لمركز الجمل للدراسات الاقتصادية. أهلا بك سيد نفيسي. إلى نهاية الأسبوع أبدأ من تقييم هذه الأزمة، هل هي أكبر أزمة عرفها قطاع النقل الجوي حتى الآن، أم هي لا زالت دون أزمة 11 من سبتمبر قبل نحو 10 سنوات أو 9؟ يهم هناك من يقول بأن إلى حد ما قاربتها. نعم، حسب يعني التقديرات الأولية للمتخصصين في قطاع الطيران ومنهم الأياتا، ذكروا أن الأزمة الحالية هي أكثر خسارة من خسارة 11 من سبتمبر. بس يعني معلش، 11 من سبتمبر كانت الخسارة 8 مليارات دولار، يعني نحن أمام خسارة أكبر؟ نعم، طبعا الرقم اللي هو 1,700,000,000 دولار، هذه الخسائر المرئية خلال 4-5 أيام فقط. هناك خسائر يعني غير مرئية نتيجة لربكة حركة الطيران العالمية. وحسب تصريح الأياتا، طبعا نرجع للجهات المختصة، يقولون يعني حسب رأيهم الفني لا تعليق من ناحيتنا، أن هذه الأزمة تداعيتها ستستمر 3 سنوات حتى يعني تستعيد شركات الطيران خاصة الأوروبية عافيتها، إذا طيب لم تحصل على مساعدات استثنائية. طيب سيد ناصر، فيما يتعلق بالقرارات، قرارات إيقاف الطيران، حقيقة شهدنا جدل قاسي، يعني وصل إلى حد توجيه الاتهامات بين الطرفين من ناحية سلطات الطيران وشركات الطيران والسلطات المسؤولة، يعني وزارات النقل، أنه القرار مبالغ فيه. هل فعلا كان القرار قرار إقفال المطارات بشكل تام مبالغ فيه؟ طبعا هذه حددتها الجهات الفنية المعنية، لكن حسب الـ يعني كلام تلك الجهات، أن يعني مثل ما تفضلتي هناك جدل، لأن هذه كارثة غير مسبوقة. يعني مثلا أمس صار غبار في الرياض، وقفوا المطار ساعتين وبعدين اشتغل. صار إضراب في مطار روما، وقفوا يوم يومين ومعروفة يعني شنو البدائل. صار انقلاب في أفريقيا، صار البدائل التالية 1-2-3. هذه كارثة غير مسبوقة، وبالتالي ما في سابق تعامل مع كارثة مشابهة حتى يقدرون يعني ما هي يعني الوسائل أو مدى خطر هذه الكارثة. طبعا أنا وجهة نظري الخاصة كمسافر عادي كمراقب من بعيد، أن فعلا يعني يجب أن يتم أخذ كافة الاحتياطيات وبزيادة، لان يعني حياه البشر ما هي اكيد ما هي لعبه، يعني حتى لو يعني 1,700,000,000 تسقط طائره، 200 واحد يعني ابرياء، هذه هم كارثه اكبر من 1,700,000,000. طيب استاذ ناصر، في كمان هناك من غمز من قناه انه ربما يعني في شيء بالموضوع، في مبالغه تستهدف على المدى البعيد بعض شركات الطيران، أو فلنقل ربما تستفيد منها نوعيات جديدة من الطيران، يعني رح كون أوضح، رح تستفيد منها ما يعرف بالطيران الاقتصادي على حساب الشركات النقل المعروفة. إلى أي مدى أنت بتصدق أنه هيدي القصة بتأثر على هالنوع من الطيران؟ طبعا هذه يعني صح التعبير ينطبق عليها في العالم العربي نظرية المؤامرة، يعني صح. طبعا كل شيء يعني مفتوح، لان يعني الازمه استثنائيه وكبيره ومباغته، يعني ما ممكن يعني الاحاطه بجميع جوانبها ومقدماتها وتداعياتها. لكن انا استبعد شخصيا يعني نظريه المؤامره، الا انها يعني موجوده حتى يعني على سبيل المثال من الاقاويل التي قيلت في هذا الصدد، ان امريكا يعني مبسوطه للضرر اللي لحق باوروبا من هذه الكارثه. وحتى وكاله ناسا الفضائيه عندما بدا الفتح التدريجي للفضاء الاوروبي انتقدت هذا، قالت هذا مبكر وهذا خطر وكذا، فاستنوا لكم كم يوم يعني. كل نظريات المؤامره حاضره. طيب قبل ما تصير ازمه السحاب البركاني سيد ناصر، كان في عده اضرابات بقطاعات نقل اوروبي. البريتش ايرويز عرفت اضراب لموظفينا، في اضراب حصل بفرنسا، ايضا الايطاليا عم بتعيش اضرابات متلاحقه.
هيدا بخليني أسأل إلى أي مدى في احتمال فعلا تفليس شركات كبرى بهالأزمة؟ طبعا هذا الاحتمال وارد وقوي، لأن يعني حسب إحصائيات الأياتا خسائر شركات الطيران عام 2009 $10 مليار أمريكي، ويقدرونها ب 2010 يعني بدون الأزمة 5 مليارات. طبعا خفضوها لمليارين ونص مع بدء التعافي، لكن جت هذه يعني كسرت التعافي يعني بدرجة كبيرة. طبعا أوضاع شركات الطيران مضطربة وسيئة، وهي تطلب معونات استثنائية من الحكومات قبل الأزمة هذه، الحكومات الأوروبية خاصة. هناك الجال اليابانية فلست، فيعني هذا الموضوع فعلا زاد الطين بلة. وأتوقع أنا من السلطات الأوروبية أن تنظر بجدية لمساعدة قطاع الطيران الأوروبي، لأن قطاع حيوي يعني لا. لابد أن يتحرك ويمشي يعني، وإلا تصير طبعا تداعيات جسيمة. سؤال اقتصادي أساسي أيضا، هناك من يقول بأن الخسائر اللي لحقت بقطاع الجوي وبقطاعات أخرى في هذه الأزمة ربما تكون قد أعادت أوروبا إلى الركود الاقتصادي الذي كانت بدأت تتعافى منه تدريج، يعني على الأقل بالخطوات الأولى منذ الأزمة المالية قبل عامين. نعتقد ان هذا الكلام مبالغ فيه، لو احترام نحترم وجهة النظر، لان يعني 1.7 مليار خسائر مباشره وربما مليارات اخرى يعني إيه يعني في قطاعات مثل قطاع الطعام، يعني قطاعات الأغذية، في قطاعات اللي فيها كثير في كثير سلع تضررت بهيدي العملية. بس يعني وجهة نظرنا الخاصة ومتابعتنا للموضوع، وأيضا متابعتنا للأزمة العالمية خصوصا انهيار ليمان براذر. يعني هذه مؤسسة واحدة أمريكية انهارت، يعني اضطربت الأسواق الأمريكية والأوروبية والعالمية بأسرها. فنعتقد أن أزمة ليمان براذر طبعا أكبر بكثير من الأزمة الحالية، إلا أن هناك نقطة مهمة يجب أن نشير لها، أن بعض الشركات طبعا تنتهز هذه الفرصة لمطالبات غير منطقية. يعني مثلا هي عندها مشاكل سوء إدارة أو فساد، فتنتهز الفرصة هذه، يعني بدال لا يحتاجون 100 مليون يقولون أعطونا مليار. فهذا طبعا موجود في المنطقة، يعني احنا في الكويت حاليا الخطوط الكويتية طبعا 30 سنة تخسر، وهي الآن تقول خسرنا من الأزمة كذا مليون باليوم. طبعا هم صار لهم 30 سنة، طبعا الآن من يسألهم عن الخسارة قالوا أزمة البركان. فشماعة لتعليق يعني المشاكل والمطالبة، يعني فرصة للجميع هيدي يعني. نعم، لكن طبعا في مطالبات مبررة يجب أن تخضع للتدقيق والتأكد، ومن ثم يعني الأخذ الإجراء المناسب. شكرا شكرا جزيلا لك سيد ناصر النفيسي، المدير العام لمركز الجمان للدراسات الاقتصادية، كنت معنا من الكويت.